السلام عليكم، يا رب جميعا تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هعمل معاكم واحد من أحلى وأجمل وأطعم السندوتشات، وهو سندوتش الشاورما المصري. الشاورما من السندوتشات المشهورة جدا، لكن بالنسبة لي أنا أحب سندوتش شاورما بيكون بالتتبيلة المصرية. نقول بسم الله ونبدأ وندخل على طول في الطريقة والمقادير. عندي نص كيلو من البفتيك، بدخل البفتيك في الفريزر شوية علشان يتماسك، يعني من نص ساعة لساعة لغاية لما يتجمد شوية علشان يكون سهل عليا في التقطيع. حطيت شرايح البفتيك كلها فوق بعضها وقطعتهم شرايح رفيعة جدا، وممكن تستخدموا كمان قطع من الانتركوت او الستيك او اي قطعة لحمة تكون بتستوي بسرعة. ولو هتستخدموا ستيك يفضل يكون في نسبة من الدهون، بتقطعوه شرايح زي البفتيك وتدخلوه الفريزر برضو يجمد، وبيطلعوا بتقطعوه شرايح رفيعة. انا هنا استخدمت بفتيك، فالبفتيك مش فيه دهون، فعلشان كده انا هضيف عليه قطعة من اللية، يعني استخدمت في حدود 100 جرام من اللية، قطعتها قطع صغيرة وبرضو كانت مجمدة في الفريزر عشان تكون سهل عليا في التقطيع. بقطعها قطع صغيرة جدا، اللي هي دي بتدوب مع الشاورما بتديها طعم حلو قوي، وده سر من اسرار الشاورما اللي بتشتروها من بره، بيكون فيها نسبة من الدهون فبتديها طعم حلو جدا. انا كده جهزت الشاورما، قطعتها وقطعت كمان اللي هي، هسيبهم على جنب وهبدأ اجهز التتبيلة. التتبيلة بتاعت الشاورما بسيطة جدا، معلقتين ثلاثة من الخل ونص كوباية من عصير البصل. بتفرموا البصل في الكبة وبتحطوه في المصفى وبتصفوه كويس جدا. وبالنسبة للبهارات اللي هستخدمها، هستخدم معلقة صغيرة من كل حاجة. عندي توم باودر، بصل باودر، زنجبيل، بابريكا، بهارات مشكلة، وعندي رشة من السكر ورشة صغيرة او نص معلقة من السكر ونص معلقة من الملح، وحاجة بسيطة من جوزة الطيب وده اختياري، ونص معلقة صغيرة من القرفة. ولو مش بتحبوا طعم القرفة ممكن تستغنوا عنها، بس هي بتدي طعم حلو قوي. وهحط شوية من الفلفل الاسود في حدود معلقة صغيرة. طبعا لما تطحنوا الفلفل الاسود في وقتها ده بيحافظ على ريحته وطعمه. وحطيت معلقة كبيرة من الزبادي، بقلب المكونات كلها مع بعض. بعد كده بحط اللحمة باللية وبقلبها كويس جدا في التتبيلة، وبغطيها وبدخلها التلاجة وبتسيبوها تتبل اقل حاجة ساعتين. وكل ما تسيبوا اللحمة تتبل فترة اطول كل ما هتديكوا نتيجة احلى. انا كنت تبلتها وجهزتها قبليها بليلة، يعني لو انت محددة هتعملي غدا ايه بكرة والحاجة اللي انت تعمليها محتاجة تتبل، فالافضل اللي انت تتبليها من بالليل او تتبليها من الصبح اول ما تصحي لغاية وقت الغداء. هتكون برضو قعدت في حدود 5-6 ساعات كده في التتبيلة، فهتديكي نتيجة احلى. انا غطيتها وهدخلها التلاجة واسيبها تتبل لتاني يوم. وقبل ما اسوي الشاورما على طول بقطع الخضار اللي انا هستخدمه. هحتاج طماطماية وبصلاية وفلفل ورشة بسيطة من البقدونس. بعد ما قطعت الخضار هبدأ اسوي الشاورما في طاسة سخنة على النار، على نار عالية. حطيت شوية من الزيت وحطيت الشاورما، بفرد الشاورما كويس في الطاسه كلها علشان كلها تكون ملامسه للنار، وبسيبها شويه لغايه لما تغير لونها من تحت. بعد كده ببدا اقلب فيها لغايه لما كل قطع الشاورما تغير لونها وتبدا تدخل في التسويه. بحط على طول البصل ومقطعه البصل شرايح رفيعه، بقلب البصل شويه مع الشاورما تقليبتين. وبعد كده بحط الفلفل، ممكن تستغنوا عنه لو انتم مش حابين تحطوا فلفل. مقطعه الفلفل مكعبات صغيره وبقلبه شويه لغايه لما البصل والفلفل يدبل. بعد كده بحط الطماطم، الطماطم ما بتاخدش وقت خالص فبحطها في الاخر، وبظبط الملح. لو انتوا فاكرين انا ما حطيتش ملح في الاول، انا حطيت رشه بسيطه من الملح في حدود نص معلقه صغيره. فلما الشاورما بتستوي بدوقها وبظبط الملح، واخر حاجه وانا بطفي النار بضيف رشه بسيطه من اوراق البقدونس. بكده الشاورما بتكون جاهزه. هبدا اجهز السندوتشات. الشاورما المصري بتتاكل في عيش كايزر زي ما كلنا متعودين، مش محتاجه ان انا احمص العيش ولا اي حاجه، بتكون لقمه عيش طريه. حطيت شويه طحينه وحطيت الشاورما وهحط كمان عليها شويه من الطحينه، وكده الساندوتش بيكون جاهز. احلى واجمل ساندوتش شاورما هتاكلوه هو الشاورما بالطريقه المصريه. ان شاء الله هتجربوها وانا متاكده انها هتعجبكم. والى اللقاء في الفيديو القادم، وباي باي.